عم نشوفه اساسي بمباراه اليوم، اللاعب يلي تعاقد معه النجمه مطلع هيدا الموسم حسن كوراني، والكرات الشهير فيها علي علاء الدين براسه السبليني، وابراهيم المقداد عم بيخلص مرمى سبورتنج من هدف محقق حلو كتير يا حسن كوراني. خالد مره جديده مقطوعه من علي همدر، مهدي الزين والمرور الجميل، التقدم بالفراغ، مهدي الزين عم بيراود عم بيمرر حلو كتير علي علاء الدين، جول! الهدف الاول بالمباراه لفريق النجمه عم بيسجله علي علاء الدين، علي علاء الدين عم بيسجل هدفه الاول هيدا الموسم. مهاجم فريق النجمة يلي عم بيحاول موسى حجاج يستفيد كتير منه بالكرات الطويلة من خالد تكجي أو حتى من حسن كوراني عندما تميل الكرة ليسار الملعب ويلعبوا الكرات الطويلة الساقطة لإله. كل هيدي الكرات ما نجحت، كرة وحيدة من مهدي الزين قطعها ومر فيها بوسط الملعب بطريقة رائعة، تقدم بالفراغ ومرر الكرة تمريرة جميلة لعلي علاء الدين يلي استلم مرتاح ووضعها داخل الشباك. هدف لفريق النجمة، حلوة الطريقة يلي حطها علي علاء الدين للكرة داخل المرمى، لكن الأجمل الأجمل هي تمريرتك يا مهدي الزين وما قبل تمريرتك. مهدي الزين يلي عمل مجهود كتير كبير بهيدي الكرة، مهدي بينقلها حلوة كتير، السبلين 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 هي، ومرة جديدة السبلين عم بيضيع. بيتقدم محمد حمود بيتركها حمزة بقدمه اليسرى عالية عن مرمى علي السبع، الشيخ أحمد علاء الدين، التكجي بيمرر ماهر صبرة بيعيدها للتكجي داخل منطقة الجزاء، بيمرر التكجي التسديدة حلوة كتير يا مهدي الزين، لكن كانت عالية عن مرمى إبراهيم مقداد، كانت عالية عن مرمى إبراهيم مقداد، والتانية كانت بالشباك الخارجية بوقت سبورتنج أجرى تبديل وحيد. خلونا نشوف محمود سبليني يلي بيسدد، حلوة كتير يا سبليني، حلوة كتير يا سبليني. محمد حمود اذا رح يتقدم للتنفيذ، مدافع فريق النجم السابق، هل رح يسجل بمرمى فريقه السابق؟ بكر ايوب بيتركها، حمود بيسدد، جول! هدف التعادل لسبورتنج، هدف التعادل لسبورتنج عم بيسجله محمد حمود، محمد حمود عم بيسجل بمرمى فريقه السابق هدف التعادل لسبورتينج. هدف فريق سبورتينج، محمد باقر ايوب راوغ ومحمد حمود بيسدد بطريقه جميله داخل الشباك. بيتقدم محمد حمود، هل راح يلعبها حمزه قصيره او راح يلعبها مباشره لداخل منطقه الجزاء؟ حمزه بيلعبها والابعاد من علي السبع والكره، شو اضاع مالا، نتيجه ايجابيه ما حتكون مرضيه لجمهوره هيدي النتيجه. ادمون شحاده لداخل منطقه جزاء، السبليني براسه، شو حلو الارتقاء يا سبليني وشو حلو الابعاد يا محمد زهر، محمد زهر عم ينقذ مرمى فريقه من هذا الحكم الشيخ احمد علاء الدين، يطلق صافره نهايه المباراه بتعادل سبورتنج والنجمه 1-1. النجمه ب 18 نقطه بيبقى بالمركز الثامن، وايضا فريق سبورتنج عم يصعد او عم يخلي رصيده يرتفع ل 11 نقطه. عم نشوف بالاعاده كره السبليني يلي ابعدها محمد زاهر، سبورتنج بيبقى بالمركز العاشر برصيد 11 نقطه، نفس الرصيد مع الحكمه، والصراع على مركزي الهبوط عم يشتعل مشاهدينا الكرام.